اهلا بكم مجددا في سهرة سوداني، ولسه نحن بنناقش دكتور كمال وفنان نور الجيلاني وايضا دكتور فيصل، بنناقش التنوع القنائي والموسيقي في السودان. بنلاحظ في بعض المناطق بيكون في احتكاك بثقافات اخرى، وبالتالي ولد لنا واستحدث لنا نوع من الموسيقى الجديده، اضاف فيه لمحه سودانيه واللمحه بتاعت البلد الثاني اللي احنا مجاور لنا. فده بيسيطر او بيكون دخيل على الهويه السودانيه الموسيقى، ولا ممكن اقول بضيف له زياده وممكن يطوره دكتور؟ وده واحد من العناصر الاساسيه في تكوين الموسيقى السودانيه، يعني حس احتكاكها بالثقافات الاخرى، بالثقافات المحيطه بها وبثقافات حتى بعيده منا. يعني في النماذج اللي قدمها الاستاذ النور حسا، اذا بس لاحظنا ايقاع التمتم، وتقدم في اكثر من نموذج، ايقاع التمتم ده في كل السودان وبر السودان، في شمال افريقيا وتطلع من افريقيا خالص، في اسيا، في الهند، وتمشي امريكا اللاتينيه، ايقاع منتشر في العالم، لكن هو عنده سمات مشتركه ممكن تحس به في اي موسيقى اخرى. احيانا بالمناسبه حتى ايقاع السيره اللي هو ممكن يكون نادر الوجود خارج السودان، لكن تلقيه في موسيقى بتاع الجاز او في موسيقى مختلفه، نادر جدا. الشكل ذاته اللي بتتقدم به الموسيقى والغناء، يعني اذا اخذنا تجربه الاستاذ النور حس الموجوده قدامنا دي بنلقاها هي خلاصه لإرث الموسيقى العالمي. يعني اذا حاولت تصنف التجربه دي بانها هي تجربه بتاعت هي مزيج من الجاز، في جاز، في موسيقى في موسيقى حديثه، في موسيقى شعبيه، في يعني هي بتوري انه هنا دي خلاصه بتاعت تعرف من الأستاذ النور على نماذج واستلهامه لأشياء كثيرة، وفي أشياء ممكن يكون حتى الفنان نفسه اللي بينتجها هو ما قاصده، بقدر ما إنها هي أشياء اتغذى بها وبينتجها في شكل زي ده. نعم. نعم. إحنا عايزين ناخد نموذج من عزف على الفلوت أو مقطوعة فيها كل هذه النكهات الموسيقية. والله أنا أحاول أقدم لك حاجة، عندنا ما يعرف بموسيقى أم درمان، اللي هي أم درمان إذا اعتبرناها بالضبط الحان والأنماط. أيوة. الموسيقية يعني لما نتكلم عن موسيقى أم درمان نحن بنتكلم عن تمازج بتاع أنواع عديدة من الثقافات. نعم. اتلخصت عبر سنين برضو طويلة في تجربة هي بتاعت وسط السودان. والاسم بتاع المقطوعة اسمها أم درمان، مش يعني بقدر الإمكان مش المدينة، إنما الأسلوب الموسيقي أنتج وأصبح يسمى بموسيقى أم درمان أو أغنية أم درمان، عنده سمات إيقاعية وعنده سمات نغمية معينة أنا حاولت أتلمسها في المقطوعة بتاعت أم درمان دي. جميل. دكتور فيصل حنجيك شوية، تذكر آخر مرة جسدت فيها شخصية كبسور؟ والله ما أعرف كثير، يعني في متاعب في برنامج. لا آخر مرة، يعني آخر مرة بالزمن، يعني قبل كم سنة آخر مرة جسدت فيها الشخصية دي؟ يعني سنة كده. سنة؟ أي. يعني بتتذكر لنا سكتش كده ممكن تقوم تجسده لنا حاليا؟
يعني اعزف لك واحد زي حق ام درمان ذا برضه. لا 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 لا, لا. تعزف لنا واحد كمسور يعني. انا خلاص بخلي نوري يمثل معي. طيب نور دلوقتي هو ممثل حقيقي يعني حقيقي هو ممثل. الناس ما عارفين الحكايه دي يا نور شنو؟ ما عارف من الحكايه دي كده. الليله نشوف الموهبه دي اخوانا. نور ده ممثل بالمناسبه وممثل كان ممتاز, لكن يعني نحن ضلينا طريقنا الى الدراما. طيب يا جماعه سكتش قصير مع نور الجيلاني وفيصل احمد سعد. طيب يا نور, انا يعني انا طبعا كبسور لانه شخصيه غريبه الاطوار, يعني بيفتح بلاغ في اي زول, يجيب لك البوليس في اي لحظه. نقول النور ده قبل كده ضرب لي تليفون وبالغلط كذا, وانا جيت وسكيته 6 شهور ساكته لما عرفت شريحته, لما قفلت شريحته جيته في البيت عشان اوريك ده زول زول مصير كيف. السلام عليكم يا سيد. وعليكم السلام ورحمه. ها اهلا وسهلا. انت سمر 929 3 4 6 2. الله الله الله. ده انت؟ لا ده جنبي. طيب يا جنبك تضرب الناس غلط ليه يا اخي؟ مصحيني الساعه 2:30 صباحا يا اخي. يا راجل 2:30 شنو؟ 2:30 ضن. 2:30 شنو يا ما صحيتني غير الرقم ده؟ ما غلط, ما كلمتك قلت لك الرقم ده غلط. تقوم تلبسني تقول لي يا اهوج. معلش معلش يا اخي معلش. طول بالك يا اخي معلش. طول بالك منو؟ طول بالك انت يا اخي. وين يعني في حته؟ يلا الله الله. يا راجل انت ما ركبت الحكايه شنو؟ ضربت لي غلط وبعدك سمعتني كلام فاضي ليه يا سيد؟ يا راجل ما سمعتك كلام فاضي, لكن بعد كده حسيت معك كلام فاضي. ايوه اسمعك انا كلام فاضي والله اغني لك جوبه هسه. نحن قمنا وقعك في المتاهات وقمت تغني لنا جوبه بجد حسه. شفت المشكله اللي وقعنا فيها دي؟ انا يا اخوان والله لما بديت يعني خشيت على الوسط الاعلامي ده خشيت كممثل. نعم بديت ممثل على الاطلاق, ما كان عندي فكره اغني ولا اي حاجه. فكان في مسابقات زمان خليل الشريف الله يطلعه بالخير, ما اتذكر سرير دوين, كان بيقدم مسابقات اذاعيه. حتى كان معانا خليل الشطيطه اشتركوا معانا, وعبد الحكيم الطاير ده كان برضه بدايات وكنا مع بعض. نعم. وانا كنت بيجي الاول طوال باستمرار. فمره خشيت بمنالوج اللي هو على سكروك, يعني ممكن يقولنا حاجه كده. سكروك سكروك وشرة بدلة. بعدين خشيت بهذا المنالوج قال يا اخي انت تعال انت فنان يا اخي انت ممثل. يا اخوانا كيف الكلام ده؟ قول والله انت فنان. طيب فنان فنان يعني حكايه الفن جت ولا الصدفه يعني؟ هاي بدك تمثل والله. لكم التحيه ضيوف الاكارم. وطبعا دكتور فيصل انت عارف ان الليله عقدنا مسابقه على شرفك, فحتقوم تختار لنا واحده من الاوراق الموجوده دي ونشوف الفايز معانا الليله ب 4 مليون بالقديم طبعا و 4000 جنيه سوداني مقدمه من قناه الشرق. جميل. انا اتمنى الناس الخاتين امالهم. حتتقاسمها معاه ولا ما حتتقاسمها؟ على ال 4 مليون. هي في الحقيقه ال 4 مليون يعني ما ادري, انا اقول هو مبلغ يعني ممكن يعمل زي الحاجه كبير شديد, لكنه في معيه شروق مبلغ يكون عنده نكهه وطعم ومذاق. يا سلام عليك يا سلام. طيب تفضل اختار لنا. ارجو انه المبلغ يجي لزول داير حقيقي ان شاء الله. قاعدين يقولوا امين بجاي. وهنا برضه بيقولوا امين. برضه بجاي قاعدين يقولوا امين. اللهم اجعله من نصيب اللي جمع اللي جاي والبهينة والبهينة والبهينة. ان شاء الله حقيقي من قلبي كده اتمنى يقع اللي زول هو محتاج له حقيقه. ان شاء الله دنيا عيد ودنيا عياد الاستقلال وعياد السلام, ربنا يحقق الامان جميعا يعني. يا كمال. نعم. بتفتكر انه ممكن يكون يعني رجل او ليس من جنس الرجال؟ والله واحد ما في فرق. احنا السيدات محظوظات معانا اكثر. النسوان محظوظات شديد. هذه السهره. هم السيدات طبعا لو وقع لهم المبلغ ده بجيه هو بيه والبيت, ودي حاجه كويسه. والاحتمال يا جماعه ذهب وجوه بهم روحهم. انا ما اعرف حتى لو وقع على الرجل بيشيلوا السيدات. صحيح. سكتشي لك بسور يا جماعه الهواء. طبعا الناس اللي وقعت اوراقهم ده حيحبوك حب شديد جدا. نقول بسم الله. بسم الله.
بسم الله يا جماعة. صاحب الرقم الفائز معنا الليلة 58. يا ريت اشوفوا تذاكركم الرقم 58 الفايز معانا الليله 58. الفائز المحظوظ معانا هو رجل هذه المره. الرجال قليل. 4000 جنيه سوداني مقدمه من قناه الشروق. مرحبا بك. نتعرف بك بدايه. نتعرف بك. احمد عصام محمد علي. من وين يا احمد؟ من الجنيد. اهلا بك معانا الليله. و نتعرف ايضا على الامور. واحمد منو؟ أحمد. احمد احمد يعني احمد عصام ابو شوى. احمد عصام ابو شوى. أيه. يعني الفائز معانا هو احمد الصغير. أحمد. أيه. ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه ترفقوا ليه وحيوه. يا حمودي انت عارف الليله فزت معانا بكم؟ عارف اربعه شنو؟ حافظه عديل حتمشي تشتري بقى شنو الاربعه دي؟ حتمشي تشتري بقى شنو الاربعه دي؟ عجله وشنو ثاني؟ موتر. موتر حقيقي لكن يعني بعدين بابا ما يغشك يقوم يجيب لك موتر لعبه ويمشي يجيب موتر كبير له. ان شاء الله. نحن عايزين حقيقه نعرف انه جايزه حتعمل بها شنو؟ والله هو عايز موتر يعني لازم يشتري له موتر. اها والباقي؟ هذه الرغبه. الباقي يمشي لمدام طوال. يمشي لامه ان شاء الله. ان شاء الله. ما مشكلة؟ أيوه. مبروك يا اخي. الله يبارك فيك. مبروك يا المدام مبروك. ما قلت لكم؟ ما قلت لكم؟ نحن بنحياه من هنا وعندك فرصة تحيي فنان نور الجيلاني ودكتور كمال يوسف معانا كمان. وهم أكيد بيباركوا لك هذه الجائزة. الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا جزيلا. دكتور فيصل عنده ظرف هنا فيه والمبلغ بيستلمه مباشرة. تحية كبيرة يا جماعة للفائز معانا الليلة. تفضل يا أحمد. إن شاء الله الناس كلها محظوظة زيك. شكرا جزيلا شكرا. وصلنا لختام سهرة سوداني وعايزين نلملم موضوعنا في نهاية الحلقة دكتور كمال يوسف. وعايزين نأكد على إنه التراث السوداني بتميز بكثير من الخواص اللي بتخليه يعني يصل إلى أعلى مراتب العالمية. ويا ريت تقول لنا كلمة أخيرة في هذا الصدد. هي دي الحقيقة إنه نحن فعلاً إذا الناس بتتكلم الآن عن عصر العولمة وسلبياته، نحن عايزين نتكلم عن إيجابيات عصر العولمة بإنه نحن تراثنا دي مفروض ينتقل للآخر وينفذ الآخر، والآخر بيعاني بالمناسبة في انه ينفذ الحاجه السهله بالنسبه لنا نحن، وده عن تجارب. يعني نحن عندنا كثير من النماذج اللي قدموها معانا موسيقيين المان، موسيقيين فرنسيين وهولنديين، وناس بارعين جدا موسيقيين محترفين، لكنهم احتاجوا انهم يتدربوا على الموسيقى السودانيه اللي بالنسبه لنا نحن حاجه بسيطه لانها تراثنا، لكن هم احتاجوا لانهم يبذلوا فيها نفس الجهد اللي نحن بنبذله في موسيقاهم عشان يتعلموا. نحن نشكرك كثير الشكر. شكرا. دكتور كمال يوسف الموسيقار والاستاذ بكليه الموسيقى وايضا فنان نور الجيلاني اللي حيشكرنا هو في النهايه طبعا بفاصله اخيره. ودكتور فيصل احمد سعد وبنشكر الجمهور اللي بسهر معنا الليله في روتانا وكل من شاهدونا وتابعونا خلال هذه السهره من سوداني. بيجدد لقائنا بكم كل خميس في نفس الزمان، وبناكد انه دائما رسالتنا تدعو الى المحبه والسلام والتسامح. وقناة الشروق وشمس السودان التي لا تغيب نلتقيكم دوما بأجمل وأبرز البرامج. لقاءنا يتجدد الخميس القادم إن شاء الله. نخليكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله. والسهر عاد التحية والفراش كان حواليها.
تقول آه النواحي تقول آه النواحي تحس يوم بجراحي
Yeah.
شجرة البن تغفي جاي وضحك فين سن الشعب We'll be right back.